المدينة الإعلامية الجزائرية زاير ميديا سيتي، صرح إعلامي بمواصفات عالمية تعتزم الجزائر تشييده من أجل تحقيق قفزة عملاقة في قطاع الإعلام والاتصال. موقع الجزائر الآن نقلا عن مصادر خاصة، مشروع المدينة الإعلامية الحلم ستتكفل بإنجازه وزارة السكن والعمران والمدينة، سيكون في مستوى العديد من مدن الإعلام عبر العالم على غرار ما هو موجود في مانشستر الإنجليزية ودبي الإماراتية وبكين وشنغهاي الصينيتين وسان باترسبورغ الروسية وكذلك في القاهرة المصرية. زاير ميديا سيتي عبارة عن مركز إعلامي من المقرر أن يجمع كل أنشطة الإعلام الرئيسية، بالإضافة إلى الإنتاج السمعي البصري، كما يوفر برامج للبث عبر مختلف المنصات والوسائط ومراكز تتكفل بمراقبة المحتويات السمعية البصرية الموجهة للجمهور الجزائري. المدينة الإعلامية ستتربع على مساحة 87 هكتار بمنطقة بوشاوي بلدية ولاد فايد في العاصمة. زاير ميديا سيتي ستضم العديد من المرافق، الإدارة العامة المكلفة بتسيير المدينة الإعلامية، وكالة الفضاء الجزائرية ومقر اتحاد إذاعات الدول العربية، قاعة للندوات وأكاديمية ومخابر ومكتبة، مؤسسات ناشئة وعيادة ومحلات تجارية، مساحات للترفيه والاسترخاء، وأخرى مخصصة للنشاطات في الهواء الطلق، فنادق ومطاعم ومقاهي ومواقف للسيارات. وزارة الإعلام والاتصال حددت احتياجات جميع المؤسسات المنضوية تحتها والتي ستكون قريبة من بعضها البعض وسط المنشأة. المشروع يهدف إلى تعزيز القطاع من خلال منشأة عالمية وبيئة مهنية مدعومة بالقواعد والمعايير الدولية التي تعزز ممارسة النشاط السمعي البصري عن طريق القنوات التلفزيونية والإذاعية عالية الجودة، بالإضافة إلى الجرائد الإلكترونية، مع توفير برامج تلفزيونية وإذاعية تتماشى مع واقع بلادنا، وتهدف إلى المساهمة في تعزيز صورة الجزائر. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زاير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.